هاي، كيفكن؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه شهريه لبرج الميزان، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفيه والعامه، كذلك رح اتحدث كذلك حتى عن العزاب. رح نشوف شو بيخبرون هذا الشهر. هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع، وفي امكانيه انه تكون قراءه عكسيه، وخاصه اذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. بدي اطلب منكم انه تزوروني على الانستغرام تبعي، تعملوا لي فولو، هنيك بحط قراءات يوميه تتعلق بالداروت، بعمل كذلك طاقات تتعلق بالاحجار، وحتى بتكلم عن الشاكرات هونيك. اوكي، رح ابدأ ببرج الميزان. ممكن عم شوفك يا برج الميزان حاليا كأنه انت مقدم طلب على عمل، او مقدم طلب لشيء تريده بشدة. ممكن حتى للبعض منكم عم شوفه يريد التحدث مع الحبيب، ويريد إرجاع العلاقة وتحسينها إلى ما أحسن. أوكي، عم شوف ممكن أنت متحفظ على مشاعرك، ما عم تحكي أو بتبوح مشاعرك، وعم شوف حتى أنه بتحبه للشريك كتير. عم شوف كذلك حتى أنه الشريك الآخر بحبك، بيطلع لي the lovers، هذا الإنسان بحبك من قلبه. عم شوفه هذا الشخص كتير يحمل مشاعر قوية جدا لإلك، ممكن جدا غيور هذا الإنسان، ممكن هذه الأمور لا يبوح بها لإلك. عم شوف حتى أنه أنت يعني عندك مشاعر كتير كبيرة، وكل البعض أنه هذه القراءة للبعض منكم يكون بس إعجاب، يعني ما أنتوا ما بتحكوا مع بعض. أوكي، ممكن أنتوا بس بتراقبوا بعض وعم تحبوا بعض من بعيد ولا تبوحون بذلك. ممكن ما أنت ما معبر لحبك لهذا الإنسان، وكذلك حتى الشريك ممكن ما بيعبر هذه المشاعر لك. عم شوف على أنه أنت حامل كتير مشاعر تجاه هذا الإنسان، بس عم تخفيها عنه، ما عم تحكيها أبدا، بس قلبك مليان حب ومشاعر كتير جيشة. عم شوف حتى أنه الشريك الآخر يحبك وفي مشاعر، بس هذا الإنسان مو يعني كأنه مش عارف أنت شو بدك، يعني عنده شكوك فيك، وهذه الشكوك يعني هذا الإنسان ممكن أنت ما بتبوح بمشاعرك، لهيك هو متخوف، وممكن بيقول أنه أحسن لي أنه روح لمكان آخر أو أروح لشخص آخر، لأنه هذا الإنسان ممكن أنا بتوهم أنه بحبني، بتوهم أنه يريدني. أوكي، عم شوفك منك واضح مع هذا الشخص، وكذلك حتى هذا الإنسان منه واضح معك. عم شوف على أنه بالوقت الحالي في كتير، أنا بالقراءة في مشاعر كتير كبيرة، بس ما في بوح بهذه المشاعر. أوكي، عم شوفكم بالوقت الحالي عم تتواصلوا مع بعض، عم تحكوا مع بعض، ممكن تكونوا بس أصدقاء، يعني مش ولا بد أن تكونوا بعلاقة، ممكن تكونوا أصدقاء بس ما عم تبوحوا بالمشاعر الحقيقية اللي أنتوا عم تشعروا فيها. وكذلك يجوز أنه تكونوا أصلا أنتوا بعلاقة وما في بوح بالمشاعر كذلك. عم شوف على أنه بالوقت الحالي في كوميونيكيشن، في كلام، في كل شيء، بس كل واحد كما يظهر لي أنه محتفظ بمشاعره لحاله. أوكي، عم شوف أنه الأوضاع مستقبليا أنت يا برج الميزان ممكن تتحسن. عم شوف حتى الكارت تبعك ممكن تنعدل هذه الأمور، ممكن تعبر له عن مشاعرك، ممكن كذلك حتى هو يعبر عن مشاعرك، مشاعره لإلك. عم شوف على أنه الأوضاع ستتحسن، بس في تخوفات من الجرح. ممكن أنت على مر الزمن يا برج الميزان انخدعت كتير، وصار عندك تخوفات كتير كبيرة من الشريك ومن العلاقات ومن كذا شيء. بتحس دائما أنه العلاقة ممكن تعطيني، ممكن يخوني هذا الإنسان، ممكن يجرحني، لهيك ما عم تعبر عن مشاعرك، وحتى الشريك عم شوفه ما عم بيعبر عن مشاعره لإلك، لهيك أنتوا بتحسوا بهذا الإحساس، وما عم تعبروا لبعض كتير. أوكي، عم شوف على أنه في تسوية للأمور، في استقرار بالحياة، في كتير أشياء ستحصل للمدى البعيد بهذه العلاقة، بس أنتوا اشتغلوا على العلاقة، في حب، في كذا شيء حلو بالعلاقة، بس ممكن
بس في عدم تعبير عن المشاعر. بالنسبة للطاقات عم شوف برج الجوزاء، عم شوف كذلك برج الميزان، القوس، السرطان، عم شوف حتى انه في برج الثور، و ممكن يكون حتى أبراج نارية عم شوفها بشدة بهذه القراءة، والأبراج المائية والترابية. أوكي؟ كمان هون بنصحك الورق أنه تكون حر، حر الفكر، حر المشاعر. بقول لك انه لازم تتحكم بحياتك، اوكي؟ هذا الوقت انه لازم تتحكم بحياتك وتكون حر، حر الفكر، ممكن لانه هذه الاشياء عم تخليك كذلك يا برج الميزان انت تثق بحالك. برج الميزان عنده مشكلة، هو الثقة بالنفس، دائما بيعطي أولويات للناس الآخرين وما بياخد هو الأولوية، دائما بيقدم للآخرين وما بيقدم لحاله. لهيك بقول لك شوي اهتم بنفسك واهتم وصير متحكم بحياتك أكثر، واعطي يعني واطلق العنان لنفسك، أوكي؟ لحريتك، لكلامك، ما تحاول إنه تعمل لك كنترول، ما تحاول إنه تحبس حالك بكاز أو بمكان معين، حاول إنه تكون حر. ما تخاف من الكلام، عبر عن مشاعرك، عبر عن الأشياء اللي بتحس فيها. إذا كان هذا الإنسان مناسب وبتحسه مناسب جدا لإلك، فمش مشكل إنه تعبر عن مشاعرك. عم شوف على إنه في يأس، عم شوفك يا برج الميزان على إنه أنت يئست جدا تجاه العلاقات، تجاه كتير من الأشياء، ممكن انخدعت كتير، لهيك صار عندك تخوف كتير كبير من العلاقات ومن الدخول بالعلاقات. بس ما تخاف، حاول تحرر حالك من كل هذه الأمور السلبية، لأنه بينصحك إنه تحرر كل الأمور، تحرر حالك من كل الأشياء السلبية، لا تستقطب كل شيء إيجابي بحياتك يا برج الميزان. بالنسبة للعزة عم شوف على إنه ممكن يتعرفوا على شخص، هذا الشخص ممكن يكون من أبراج هوائية أو من أبراج نارية، هذا الشخص ممكن يكون شخص عنده علاقة ثلاثية، ممكن يعرف شخص آخر، ممكن رح يشركك بهذه العلاقة، أو أنت ممكن هذه العلاقة تكون منذ يعني علاقة ماضية، أنتوا بتحبوا بعض وعندكم مشاعر تجاه بعض، بس عم شوف على أنه هذا الإنسان عنده علاقة ثلاثية، ممكن بيعرف امرأة من أبراج نارية، و ممكن كذلك انه هذا الانسان سبب لك الم كتير كبير او صدمة كبيرة، وممكن ممكن يحاول انه يرجع العلاقة الى ما كانت اليه او احسن كمان، اوكي؟ بس عم شوفه ممكن يكون من ابراج نارية، ابراج الدلو، وابراج مائية كذلك، حتى ابراج هوائية ممكن يكون من هذا الانسان. بالنسبة للحياة العامة يا برج الميزان، ممكن عندك خلافات مع أشخاص، ممكن يكونوا أشخاص من العمل، المكان اللي بتشتغل فيه برج الميزان، ممكن كذلك هذه الخصامات تكون من أشخاص خفيين ما بتعرفهم أصلا بحياتك، كأنه ممكن أنت عم تشتغل على السوشيال ميديا، أو ممكن عندك قناة على اليوتيوب، أو عندك شيء يعني يظهر على الإنترنت وفي كتير ناس عم تنتقد فيك، أو عم تدخل معه بخصامات، ممكن حتى أنت راح تجاوبها على الإنترنت، أوكي؟ ممكن في نقد، وفي أشخاص ينقضوا شخصيتك أنت يا برج الميزان، أوكي؟ عم شوف على أنه في تغيير بحياتك تجاه أحلامك، حتى ممكن أحلامك تتغير وتصير تشوف أشياء أخرى، ممكن حتى تغير عملك يا برج الميزان، ممكن كأنه عم شوف في عملين، إذا كنت مقدم مثلاً على عمل أو كنت عم تفكر أنه تبتعد عن عملك، فأنا عم شوف ممكن يكون في فرصتين للعمل، ويكون في اشتغال على هذا الأمر، أوكي؟ عم شوف على أنه في كذا مشروع عم تشتغل عليه، ممكن يكون على الانترنت، هذا المشروع ممكن يجيب لك مردود مادي لا بأس به. عم شوف على انه الامور تتحسن من بعد شهر 7، تتحسن الامور شوي الى تصير مستقرة أكثر. ممكن بينصحك الورق إنه ما تتذكر الماضي أو ووجع الماضي كذلك، لأنه عم شوفك بهذا الفترة بتراجع الماضي ودائما عم تسأل عن الماضي وعم تذكر الماضي. عم شوف على إنه في حتميا
في تغيير لعملك او في تغيير لشيء يحصل بالبيت، ممكن حتى تغير بيتك، عم شوفك كأنه بتتخذ قرارات، ممكن تعمل بيزنس لحالك او تعمل شركة خاصة فيك، تعمل شيء يعني ما يكون خاصه بوظيفة، ممكن تشتغل لحالك يا برج الميزان. عم شوف على انه ممكن تطرق تغييرات بالبيت، ممكن تغير شيء بالبيت او تغير بيتك كومبليتلي. عم شوف حتى على انه ممكن تتلقى رسائل من احد بالعائلة، يكونوا رسائل مش جيدين ابدا، ممكن يخبرك شيء مش حابه ابدا، ممكن يعني هذا الخبر اللي اجاك يا برج الميزان ممكن يعني على صدده تروح تسافر او تروح لمكان معين، ممكن تنتقل لمكان معين، تشوف صحة هذا الخبر. عم نشوف على انه تتحسن الاوضاع المادية تقريبا من شهر 7 الى تقريبا من شهر 7 فما فوق، اوكي. ممكن لانه الاوضاع الماليه لبرج الميزان كانت مش جيده ابدا. اذا كان عندك امور تتعلق بالدراسه الجامعيه فممكن تفكر انه تتمم دراستك، ممكن تكون هذه الدراسه ببلاد اجنبيه، بلاد بعيد جدا. ممكن حتى انه عم شوفك الاوضاع الماليه تتحسن، بس انت متخوف كثير من المستقبل، بس ما تخاف منه ابدا، حاول تشتغل على الاشياء اللي بتحبها وراح يكون الى الخير ان شاء الله. عم شوف انه في انتقال من حالي من حالة بائسة، ما فيها تغييرات، ما فيها يعني ما فيها مال، ما فيها شيء، إلا وضع أحسن ومستقر أكثر، أوكي. عم شوفك عم تلتجئ أكثر للوحدانية، للابتعاد عن الناس. عم شوفك عم تفكر بكذا موضوع، وعم شوفك كذلك بتشتغل يعني في مشروع رح تبدأه، سواء كان علاقات زواج أو ممكن حتى يكون مشروع جديد، ممكن يكون عمل جديد. عم شوف في شيء جديد سيبدأ بحياة برج الميزان، رح يقلب حياته ورح تنقلب حياته أكيد للأحسن أكيد. يعني لهيك عم يقول لك إنه لازم تحرر حالك، لازم تكون حر جدا، إنه تحرر فكرك، تحرر نفسيتك، اوكي. ما تكون انسان مثلا منغلق على حالك وتشوف بس النقطة السوداء في كل شيء ابيض، اوكي. حاول انه تشوف البياض وما تطلع على السواد. عم شوف ممكن حتى انه يكون في عودة شخص من الماضي لحياتك، في عودة اشياء من الماضي ممكن تضطر انه تتعامل معه يا برج الميزان. ممكن انتو كذلك يا برج الميزان عم شوفكم تتعاملون مع عدة ابراج بهذا الوقت، عم شوف حياتكم فيها نوع من الاجتهاد والعمل والتغييرات تحصل بحياتك، او ابتداء من الشهر، من هذا الشهر ممكن تبدأ لك التغييرات. بس حاول انه تنتبه انه ما تقول كلام ممكن يعني يحطك بمواقف سيئة، حاول انه تدرس كلامك وانه ما تقول الكلام الا بعد دراسة، اوكي. عم شوف الصحة جيدة جدا الحمد لله، ما عم شوف اصلا ولا اشياء، بس ممكن يكون في قلة نوم او ممكن يكون في اشياء بسيطة تحسها، بس عم شوف الشهر يعني جيد بالنسبة لبرج الميزان. هيدا كل شيء كان لكم، بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.